من يمر في هذا الشارع مع ساعات الصباح الأولى قد لا يعود منه حتى الظهيرة، والمعاملة هنا تستغرق من شهر إلى اثنين ومن عام إلى اثنين. كل هذا يحدث في دائرة التسجيل العقاري بالجانب الأيسر من الموصل، والتي منع مديرها كادر قناة التغيير من الدخول إلى الدائرة بحجة أن الموافقة حصرا من مكتب وزير العدل. هاي سنتين صار لي إلى حد الآن السند ما طلع، بس أنا أتعجب عجبي، تروح بربيل يوم واحد السند يطلع. يعني مع العلم الدائرة نص عقبة والفساد زاد أكثر من قبل، زاد أكثر من قبل، إيش نصر؟ إذن الفساد بالرؤوس موجود. لم تصل العدسة إلى داخل الدائرة ولم تصور ما يحدث فيها، لكن كلام الخارجين منها يصف المشاهد في الداخل، وكل معاملة تحكي قصة مع المعاناة والروتين. دائرة الطابو هذه صنفتها النزاهة في العام الماضي بأنها أكثر دوائر العراق تعاطي للرشاء. يأخذون الموبايل منا بالهاي ويرجعون يحتاج الموبايل، يطلع للحاسبة والحاسبة يوديه ما أدري وين، وهكذا سلسلة فارغة. هي بيوم واحد تنقضي ممكن المعاملة، بس ممكن هم بروتين هم الممل يطولوها سنة، ممكن ست أشهر. صار لي 5 سنين أنا من 18 أنا إلى هذا اليوم أنا رايح جاي وما حلوا المشكلة اللي هسه. شنو مشكلتك؟ أعرف شنو الفائدة يعني، أنت راح تصورها تمام وراح تسمع كلامي، ولكن مو الحل، أين الحل؟ وين الحل؟ بأي مكان الحل؟ أغلقت وزارة العدل هذه الدائرة لأكثر من عام، وكشفت النزاهة عمليات تلاعب وتزوير، وسجن العديد من موظفيها، ومع كل ذلك فلم تنتهي مشاكلها. كان الناس في الموصل يعانون من إغلاق هذه الدائرة لمدة عام كامل بسبب عمليات التدقيق، ولكن إعادة افتتاحها لم تغير شيئاً، فالمعاناة ما تزال موجودة حتى اليوم. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.